أمير الشعراء. الله، أربع صفحات. قول ليه وليد؟ وليد شبيك مش تبدأ أنت؟ قلت المعلم. أول حاجة شبيك سوفيان بيك؟ تكلم يا سوفيان. قال المعلم خانتك هذه المعلم يتكلم. أكيد ثقة في النفس. سوفيان شنو تقول أكيد؟ لا لا أنا في الشانيك كلب الشانيك معناتها على ما تعبت. عندما تعبت شوف سي خانم اقرا قصيده جايب اربع صفحات ولا جايب ستة صفحات وانا جايب شطر صفحه وستكون شطر صفحه درس درس في الشعر وكيفيه كتابه الشعر. ما لا ناكد لك لحظه انت شنو موضوعها؟ هذيك علاش لازمها مفاجاه؟ لا خلي مفاجاه. انا قلت نعملوها قبل وبعد الاولاد. الشعر جميل. ملا ناكد لك اللي شعري اليوم باش نكون انا المعلم. انا شعري اليوم زاد باش يكون معناها خارج عن المعلم. نعم. الله الله الله. يلا الشعر المدرسي. يلا الشعر الرقي. سعدي المخضرم. سعدي الزيداني في امير الشعراء. تفضل يا سعد. جهر بي سعد بدك تصفيحتي. جهر جهر. مانيش عفش راني مانيش عفش. نقرا بعد نسيتك فيش تقرا الشعر. نقرا بعد الموسيقى ولا تفضل المهم اللي تقراه باهين ولا خلينا نسمع الموسيقى. زميلك الشعر وليد انت متشمت كما يقراش. زميلك الشعر ما يتقاش. نقرا الشعر وانت مغشش اقرا خاطر في طون سيريو مكشبر. بدي الشعر ولا انتي؟ بدي يسلف يا الله ولا يلا مكشفر مكشبر مدنفس. دخلت في بعض غلطتي أنا وفي الخليوة عندي مدة ما قريشت عربية ما ندنفس. مش كنت ما نقراش كير مرتاح نسمع وين ساكت. يلا يلا خليه سعدي في ساعه في ساعه به مكشبر مدنفس مربوط ساكت مبلم كيما الزربوط. هي حناني شبيك وحداني جامد مكنفر تقول عليك براني. سهلا عليك. هي حناني شبيك وحداني جامد مكنفر تقول عليك براني. مش تعود الله عليك. الله يبارك. تتحرك هاش اسمك تعبنا معاك نسيتنا حتى في اسمك. هذي داني فيق شبيك تبقبق بالسيف تتحرك كل بطريق في روحه تخوف كلام الثران. هذاك راهو كيكة يغلي ديما كيما البراد. تحت تحس مس يقول هالك تبيت تهتري وحدك تحكي تقول مكورن ولا ايش جرالك محسوب كان قال لك وجهك مكمش بلكش انت توم كروز ابيض وجهك منمش ومحسوب عامل فيها متغشش وتقول شعري باهي تلي يسمعه يبدا في شعره ينتش لا كلام موزون لا صور شعريه خلطه غريبه عجيبه عجه بالمايونيز ومعاها كمونيه ارزن واسمع نصيحه وانت تقول مركب في وجهك كميه صفيحه وصفيحه قال لك هك تسبق في شعرك ماك بالحق تسبق وك حال مع شعرك شعرك قال لك الثريات ديما ساكت تحب تقنعنا اللي انت تحكي وصوتك يلعلع كيما امينه فاخت استهدى بالله واسمع كلامهم فماش مينوب ربي تمثل غدوه في افلامهم وسكويات ما بناتهم اهمهم يسالك نوفل تقول له ظافر ما نعرفوش نندب وجهي توا ولا نعطي روحي تريحه في الدوش يظلي مسحور وسحرينك مطفي روحك وحدك هما مش مطفينك مسحور وعاملين لك عمل باهت لابد راكش يظهر لي الكي هو الحل اضحك تبسم يهديك تيحكي حتى على البطاطا وعلاقتها بالكوب دافريك. برافو. وقصيره عليك متصالح مع روحك. منافسه كبيره. يلا يلا العوده العوده رفع الستار مع وليد زينة. صارت الانتفاضة سيد لسيادي سجل في التسعين ولا ينشط في الرياضة مش ممكن مش معقول سيد لسيادي يسول ويجول يقتحم المستطيل الأخضر بالعرض والطول معاه الكوب دافريك تحليل حصريات ومراسلين وجو مهبول كل يوم حوارات وتكتيك ومعاه كرونيكورات ملوك الحلول وبقدرة ربي يجيبوها المساكني وسليتي وعلي صار علي معلول سيد لسيادي فهم في الكورة وفي الرياضة ما هو متسلل يدخل طول مع البرامج الرياضية في الهجوم يتوغل هو يمهد للهيشري المولي والغديري والرانشدي والبعزيزي والشرميتي حلل شنو هذا يا ورتياني يا صانع الفرحة والأمانة سيد لزياد في الدفاع عند وليد الهيشري
في تدخلات ولا يبيع ويجري. الحمد لله جات الحصة في الليل على خاطر في الصباح ما يقومش بكري. في خط الوسط رياض البوعزيزة 2004 في الوسط بالجوجل مابس الكورة يلوكاليزي. وخالد المولي معاه لا تخاف وارتاح، تصريحاته نار يحلل باقتدار، وماهوش كرونيكور نبار، يفهم في الكورة وفي مسيرته حقق القؤوس والانتصار. وطارق الخضيري يجاوب على كل الأسئلة ويعطيك تاريخ الجوار من اللي يلعب على حصيري، ويا نجمة وهلال في سماء الكوت ديفوار تيري تيري. وفي الهجوم الشرماتي ديما يتكلم على الكلام ما يسوم، في كاس العالم للأندية خلى الدفاع يعوم، وبجنبه هيثم الراشدي ملك الكواليس، يعطيك إجابة وين يسكن الشيطان وين يسكن إبليس، قبل ما يجاوب يقيس ويغيس. والحمد لله الحصة ما فيهاش سفيان لا كحان ولا عطيس، ولا وليد الزين لا سلبلدي ولا كاليس، ولا نورز ترتب شكون الأول في التبزنيس، والميساوي يستنى باش يكون معاهم مضمض لك الورداني بدون دفريس، والسعدي زادة بعدوه لا يبرك عليها بكيبوت الليس. ملا حصة وملا لما زغرت يا الخالة ويا العمة، برشا حصريات باش تكون فيها فما، ويزيد المنتخب ينتصر وينحي الغمة. حصة غريبة وعجيبة كانوا يستنوا فيه باش يعمل جريمة، ويحكوا عليها في نهج تريبونال والدريمة، يستنى في الورداني من تالي جهة من قدام هو والشبيبة. سمعت شكون تخلقهم شايداوي عند الطبيبة، اي نشط بالتونسي وما يقولش اللعيبة. حصة كل يوم عن نسور للفينال العبور العبور، ننسيه معاه الحليب والصف والطابور، وقدة ربي حصة مبروكة، الكاس ان شاء الله مفكوكة، ورقصني على المزود والدربوكة، وباش نحتفلوا مع الورداني والمنتخب والكاس في الكوت ديفوار ما تبقى متروكة. شكرا وبرافو. مع العلم اخر حصة نشطها على كاس افريقيا كانت 2004 في موزايك، وقتها تونس هزت كاس افريقيا هكا تو كنت على خاصه وجهك مبروك وجهك مبروك في نال علقت وكذا يعني بكل محبه. انا رجعت للكواليس كل رد بحول الله. شكرا وليد الزين، كل واحد فينا نوفل في الدنيا هذه مستحق واحد كي وليد محمد. والله والله هز لي اصلا كنت مقيس هز لي مورال. لا 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 بالعكس انت المورال. الله الله نحكيو في عقلنا خاطر قصيد سفيان قصيره. زيد احكي تفضل ملك الرهانات. باش نشوفوك في البلاتو نتاع المختصين. اكيد اكيد ثم تحليل كان باش تفاجئكم دونك باش تشوفها خاطر احنا في الكوميديا وفي الرياضه وتحطنا تلقى والاقتصاد طبعا المحللين هما اولاد الكوره طبعا، ولكن باش يكون فما شويه ضمارته ونحكيو عليه. يلا سفيان الدهش الامير ونحلونيته على بكري. على جالها على جالها نعدي حياتي واقف، لا نقلق ولا نحس تعابي، في زينها والقد ليها واصف، وقداش نحكي عليها لحبابي، كل حد يقول ليها عارف، وقت الشتاء هي تدفي لجنابي، عالجالها فلوسي عليها صارف، وموش ما في جبهتي ونيابي. كتشوف الحمورية كتشوف الحمورية تبدا خايف، ما بنها عليها كتبت كتابي، كنذوق ما نلقاش ليها وصايف، لون وجهها حنن علي عذابي. وكتسونها وكتسونها قداش هي توالف، يا غالية يا صحفة اللبلابي. الله عليك فجأتنا مشى مخنا الحوايج مشى مخنا التفاح. أنا مشى مخي حاجات أخرى. شنو؟ معناها لوزة لوزة كنت خير يحكي على منطقته يعني يحكي في بالي يحكي على منطقته كعبة مرتي بلاد نعم مرتي بلاد لا ولا لا واحد شوية ولا لا ولا لا أما القصيدة أربعة ولا خمسة أسطر بقيت تقرا برشا أنت ما هو يحل يحل فيه يحل في الريتم يتوسع يتوسع يبدا في فورمة ويتحل في الوسط صحيح كيما كياكل تفاح فهمت تفاح يلا فاصل ونرجعوا لكم هذه ديما لاباس.